يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية. صباح جديد عندنا أكتر من موضوع، لكن اسمحوا لي أن أنا أصبح على شيرين في البداية قبل ما نخش في الموضوعات اللي بتتصدر أكيد المشهد. يا شيرين صباح الخير. صباح النور جاد، وصباح جديد دايما مختلف، وحنتابع النهاردة كل المواضيع والأخبار الجديدة واللي بتتعلق أحداث اللي بتحصل حول العالم بالزبط. وأكيد يا جاد قلوبنا ودعواتنا لأهلنا فلسطين. الحقيقة ده هيبقى يعني من أهم الموضوعات اللي هنتناولها النهاردة، هو آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وتداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين، وأكيد كمان هنروح نتابع الأزمة الفرنسية وآخر مستجدات الاحتجاجات هناك والحلول اللي ممكن تكون مطروحة على طاولة نقاش السلطات الفرنسية من أجل الخروج من هذا المقصف الذي كانت له تبعات وتأثيرات سلبية كبيرة على الدولة الفرنسية. هنتكلم كمان عن أعتقد ملف أو اتنين كمان النهاردة في صباح جديد، يعني إلى جانب أخبارنا السياسية والأوضاع حول العالم كمان هنتكلم عن قصة مهمة جدا متعلقة بغابات الأمازون والخسائر الفادحة اللي بتتعرض إلى هذه الغابات، حتى كل الغابات من حول العالم، وما ينتج عنها من أضرار على مختلف دول العالم وعلى البيئة طبعا وعلى المناخ. وكمان هنتكلم عن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. تابعونا مشاهدينا دائما هنا القاهرة عاصمة الخبر. مصر عباءة منسوجة من رحيق التاريخ وعبقرية الجغرافيا، كلمسة الريح على ورقة شجرة. إنها الوطن الذي نكبر فيه ومعه، أم الدنيا التي يمر عليها الزمن برهافة كأنه قصيدة. في دفء أسوان وخضرة الدلتا، بهاء الإسكندرية وعراقة القاهرة، أمجاد الصعيد وفيروز سيناء، تلمس روح مصر وقلبها النابض. ومصر ليست فقط عتبة الوجود العالية، وإنما هي قاهرة للأعداد. يسعد صباحكم من جديد. أولى فقراتنا هنتكلم فيها عن أحوال الطقس، أبرز الظواهر الجوية في عدد من بلدان العالم، وهنتعرف على درجات الحرارة في فقرتنا الجوية. البداية من مصر، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أما معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفي السعودية التوقعات بتشير إلى طقس حار نسبيا في الجبال وشديد الحرارة على أجزاء من المناطق الوسطى والشرقية وبعض المنحدرات الغربية في المملكة، مع وجود فرص لسقوط أمطار رعدية. في العراق يتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على معظم المناطق وحار على المرتفعات الجبلية مع نشاط للرياح الشمالية الغربية. وأوروبيا وتحديدا في فرنسا التوقعات بتشير إلى طقس غائم كليا في ساعات النهار الأولى مع درجات حرارة معتدلة، وفي الليل يكون الجو غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة. سجلت المملكة المتحدة أعلى درجات حرارة شهدتها البلاد في شهر يونيو منذ بدأت البلاد تسجيل درجات الحرارة عام 1884 حسب ما أعلن مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، مضيفا أن تغير المناخ الناتج عن عوامل بشرية، يعني أن مثل هذه الحرارة غير المعتادة سوف تزداد تواترا خلال العقود القليلة المقبلة. وبلغ متوسط درجة الحرارة خلال يونيو في المملكة المتحدة 15.8 درجات مئوية بارتفاع بلغ
بلغ 0.9 درجة مئوية مقارنة بأعلى درجة حرارة سجلت من قبل، والتي بلغت 14.9 درجة مئوية عامي 1940 و1976 بحسب بيانات مؤقتة صدرت عن مكتب الأرصاد الجوية. توصف الغابات بأنها رئة الأرض لدورها الحيوي والمتجدد في امتصاص ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة الأخرى من الهواء وإطلاق الأكسجين النقي لبقاء الإنسان والكائنات الحية، هذا بجانب ما توفره الغابات من مناظر خلابة وجمال طبيعي وأماكن للتنزه وأكيد ملجأ آمن للحيوانات والطيور. يعني ببساطة شديدة الغابات جاد والأشجار دور أساسي في بقاء الحياة على الأرض يعني، لكن للأسف اللي منشاهده من تدمير للغابات سواء بإهمالها أو حرقها أو إزالتها لأغراض البناء أو الزراعة وغيرها، عكس ما ينادي به العالم من ضرورة مواجهة التغيرات المناخية وأثر المدمر على كوكبنا. إحصاءات حديثة صادرة عن منصة جلوبال فيرست ووتش المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات عبر الأقمار الاصطناعية تشير إلى أنه عام 2022 شهد تدمير أكثر من 4 ملايين هكتار من الغابات الأولية الاستوائية بالغة الأهمية للتنوع البيولوجي وتخزين الكربون على كوكب الأرض، وتحذر من استمرار عمليات التعدي على مصادر الطبيعة. تكثر الوعود وتتعالى الأصوات المنادية بسرعة حماية الأرض في وقت تشهد فيه مناطق عدة أعاصير وجفافاً وفيضانات وموت للكائنات الحية جراء ارتفاع درجات الحرارة بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن انتشار الغازات السامة في الهواء. رغم هذا يستمر نزيف واحد من أهم الأنظمة البيئية على الكوكب الذي يفقد العالم ما يوازي ملعب كرة في الغابات الخضراء كل 5 ثوان. وفق تقرير صادم نشرته منصة جلوبال فورست ووتش المتخصصة في مراقبة إزالة الغابات عبر الأقمار الاصطناعية، تسببت هذه الغابات الاستوائية المدمرة خلال عام 2022 في إطلاق ما يقرب من 3 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون في الهواء، بينما يخشى العلماء أن يتحول حوض الأمازون الذي ضربه تغير المناخ وإزالة الغابات إلى مجرد حوض واسع من السافانا والحشائش فقط، وهو الذي من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب عميق في الأحوال الجوية في أمريكا الجنوبية ومختلف أنحاء العالم. وكنتيجة مباشرة يفقد البشر واحداً من أكثر الأدوات فاعلية في مكافحة تغير المناخ ودعم صحة وسبل الحياة على الأرض، وهو ما يتطلب حمايتها قبل فوات الأوان. يعني أزمة حقيقية بيعاني منها كل العالم، وفقدان كبير للغابات رغم أهميتها مش بس للبلاد المجاورة لها ولكن للعالم كله يا جد. حقيقة شيرين، وعشان نتعرف أكتر عن تفاصيل هذه التداعيات بينضم إلينا من عمان البروفيسور السيد أحمد ملعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية. دكتور أحمد أهلا بك في صباح جديد. يعني بنتكلم عن ممارسات بشرية بتؤدي إلى يعني كوارث كما يعني وصف من قبل جلوبال فورست ووتش، كيف ترى هذا التقرير؟ يعني إلى أي مدى تستطيع أن تقول أن ما يحدث هو كارثي؟ يعني صباح الخير وصباح يوم جديد مشرق فيه أمل وتفاؤل، رغم أن الكتام أو المشهد الحقيقة سيء جدا، والإنسان بدأ يمعن في عملية تدمير الغابات وخصوصا الغابات الكبيرة مثل غابات الأمازون
التي هي تصنف بيئيا برئه الارض البيئيه، اي انها اكسجين الحياه، لانها بالفعل تنتج كميات هائله جدا في غابه هي الاكبر في العالم، غابه مداريه على خط الاستواء تجاوز 9 دول، وكل هذه الدول فيها تجاوزات لقطع الاشجار لاغراض متعدده، بعضها اما لاغراض استخدام الاخشاب لانتاج الفحم، وبعضها لاغراض ايجاد مساحات لعمليات البناء والانشاء، والبعض الاخر ايجاد اراضي زراعيه، والاسباب اخرى غير معلومه هي اعتداء على الطبيعه من باب العدوانيه او صيد الحيوانات وقطف الثمار النادرة الموجودة على الأشجار. طبعا هذه ليست الوحيدة، الغابة الوحيدة في العالم، كل الغابات تتعرض وخصوصا الاستوائية أو المدارية إلى عمليات تدمير وعمليات تخريب. نرى الأرقام مهيبة جدا، تصل إلى 60% من حجم هذه الغابات أو منتوجها السنوي، والصور الجوية تبين أن حوالي ثلث هذه الغابات قد انتهى بالفعل، وهذا يشكل عبئا ثقيلا على البيئة والتغيرات المناخية، كون أن الكربون الآن سيد تلوث الغازات في الأرض. الذي يفلتره بالدرجة الأولى هي الأشجار، وللأسف الشديد هذه الأشجار نقطعها ونقوم بعمليات تدميرها. يعني دكتور أحمد، رغم كل التوجيهات والتحذيرات يعني لازلنا نشاهد اختفاء الغابات، عايزة أسأل حضرتك تحديدا لماذا تشهد دول مثل البرازيل والكونغو الديمقراطية أكبر نسب في اختفاء أو الغابات المفقودة؟ هل الاتجاه للتصنيع هو السبب الرئيسي أو الفقر، أو ما هو رأيك؟ يعني بالدرجة الأولى لن نرمي كل شيء على الإنسان، هنالك حرائق طبيعية بسبب الاحترار، ووجود غاز الميثان بسبب وجود الكائنات، لأن روث أو بقايا الكائنات يعطي غاز ميثان بكميات كبيرة جدا، وهذا الغاز أحيانا يلامس جذور النباتات أو يكون محصور بين الغابات الممتدة والمتشابكة، فيبقى تراكيزه عالي جدا ولا يحدث مزج للهواء أو انتقال سريع له، مما يؤدي إلى أن تحترق المنطقة، لأن غاز الميثان سريع الاشتعال، وخصوصا إذا وصل إلى نسبة معينة تقريبا 5% نسبة حجمية من أي منطقة يشتعل بأي شرارة. هذه الحرائق الطبيعية شهدناها في كل أنحاء العالم، ليس فقط في البرازيل والكونغو، ولكن في بريطانيا حتى الجزائر والمغرب، يعني وشفنا كم حجم الخسائر التي حصلت في بريطانيا، والآن متوقع أن يكون بشهر 8 أيضا في غرب أوروبا درجات حرارة متطرفة مرتفعة جدا. إذا الحرائق الطبيعية لها دور شديد، ولكن من المسبب؟ المسبب هو الإنسان، لأنه يستخدم الوقود الأحفوري، والوقود الأحفوري سواء من النفط أو الغاز أو الفحم يحتوي على نسب عالية من ثاني أكسيد الكربون، وأيضا الغاز هو ميثان، هو ميثان CH4، فلذلك هنالك إطلاق لكميات كبيرة جدا في الغلاف الجوي. طبعا الإنسان بالدرجة الأولى اليوم في عصر التصنيع، عصر التكنولوجيا، لا يأبه لما يريد أن يكسب، يعني لما ينتج، وطريقة المصادر، ليست هناك قوانين أو عقوبات تمنع مثل هذه الاعتداءات، ولذلك يلجأ إلى الدول الفقيرة، وخصوصا الكونغو التي 90% من مساحتها لا يوجد فيها كهرباء، فتلجأ إلى الأعشاب، رغم أنها تزود أوروبا بالكامل من مناجم اليورانيوم لإضاءة المفاعلات النووية أو تشغيل المفاعلات النووية. صحيح. وخصوصا في فرنسا. دكتور أحمد، هذه نقطة مهمة، والموضوع مهم، وإن شاء الله يعني نستضيفك في حلقات مقبلة لنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. البروفيسور أحمد ملعبة، أستاذ الجيولوجيا والبيئة والتغيرات المناخية بالجامعة الهاشمية، كنت معنا من عمان، نشكرك شكرا جزيلا. والآن نتابع درجة الحرارة في بعض العواصم العربية والعالمية.
وهيك بتكون انتهت فقرتنا الجوية لليوم. ننتقل نتعرف على آخر أخبار أسواق المال والأعمال بفقرة اقتصادية جديدة. أظهرت بيانات أمريكية أرقاما سلبية تجاه الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد تباطؤا ملحوظا في النمو جراء سياسات التجديد التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث كشفت بيانات مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي خلال يونيو عن تسجيل المؤشر 41.8 نقطة بأقل من التوقعات التي رجحت تسجيل 44 نقطة وأقل من القراءة السابقة عند 44.2 نقطة، وانخفض مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي إلى 48.1 نقطة مقابل توقعات بتسجيل 50.8 نقطة وأقل من القراءة السابقة عند 41.4 نقطة. أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتية سهيل المزروعي أن منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها من خارج المنظمة أوبك بلس تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي الذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق المالية. وقال المزروعي إنه بالتزامن مع فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا غدا الأربعاء، فإن الفريق الفني في أوبك يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ومن ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام. حذر رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من ارتفاع جديد في أسعار الطاقة خلال الشتاء المقبل، موجها انتقادات للدول الأوروبية لإتباعها استراتيجية خاطئة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الطاقة. وأشار فاتح بيرول إلى أنه في حال انتعاش الاقتصاد الصيني بسرعة إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في الشتاء فقد ترتفع أسعار الغاز، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيضغط على المستهلكين ويغذي التضخم مرة أخرى. قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الحبوب في الأيام الأولى لموسم التصدير الجديد الذي يبدأ من أول يوليو الجاري حتى يونيو المقبل بلغت 34,000 طن فقط، أي نصف الكمية خلال الفترة نفسها من عام 2022. وقالت الوزارة إن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن 9,000 طن من القمح. تزور وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن بكين أواخر الأسبوع الحالي في ثاني زيارة إلى الصين يجريها مسؤول في الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة، وسيتخللها بحث في إدارة مسؤولة للعلاقات بين القوتين المتنافستين. وأعلنت وزارة الخزانة أن يلن ستزور الصين بين 6 و 9 يوليو لبحث أهمية أن يدير البلدان علاقتهما بطريقة مسؤولة بوصفهما الاقتصادين الرائدين في العالم. كذلك تعتزم التجديد على ضرورة التواصل مباشرة بشأن مجالات الاهتمام والعمل على مواجهة التحديات العالمية. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مصافي التكرير الهندية بدأت دفع ثمن بعض واردات النفط من روسيا باليوان الصيني، حيث تضطر العقوبات الغربية
موسكو وعملائها لإيجاد بدائل للدولار لتسوية المدفوعات. وأدت العقوبات الغربية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إلى تحول تدفقات التجارة العالمية لأكبر صادرات موسكو وهو النفط، مع بروز الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي المنقول بحراً. وإلى هنا نصل إلى ختام فقرتنا الاقتصادية، وننتقل الآن لجولة في أهم الأخبار والملفات التي تتناولها وتناولتها الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية. والبداية من موقع القاهرة الإخبارية، حيث جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن مطالبة المجتمع الدولي بإدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على بلدة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الاحتلال. ودعا عباس خلال ترأسه اجتماع للقيادات الفلسطينية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر. ويأتي هذا فيما يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعا طارئا اليوم في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة. في أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاما تستهدف مدينة جنين ومخيمها، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا وبريا واسعا على المدينة، ما أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 100، بينهم 20 بجروح خطيرة. واستخدمت إسرائيل في الهجوم سلاح الجو على أنواعه من مسيرات وطائرات حربية ومروحيات، كما شاركت قوات برية وصفت بأنها بحجم لواء أو ما تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جندي. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت نقلا عن مسؤول عسكري إسرائيلي إن قرار تنفيذ العملية العسكرية الواسعة في جنين اتخذ قبل عام وتم تأجيله عدة مرات. كما قالت الإذاعة الإسرائيلية إن تل أبيب أبلغت واشنطن بعملية جنين من دون تحديد موعدها. وللمزيد ينضم معنا من رام الله وتنضم معنا من رام الله مراسل القاهرة الإخبارية ولاء السالمين. أهلا بك ولاء، لو نعرف منك آخر تطورات الأوضاع في جنين. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثاني على توالي عدوان على مدينة جنين ومخيمها. الآن في تحديثات لوزارة الصحة الفلسطينية قالت أن هناك ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء بعد العثور على جثمان صباح اليوم في مرج بن عامر، إضافة إلى نحو 100 جريح بينهم 20 في حالة خطرة. الآن الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية ما بين الحين والآخر على مواقع تقول أنها تستهدف فيها المقاومين الفلسطينيين، فيما أرسلت تعزيزات ترافقها جرافات إلى محيط المخيم وواصلت استهداف المنازل المواطنين. في يوم أو في ليلة أمس تم إرغام مئات المواطنين في المخيم على ترك منازلهم وإجلاءهم قسريا وتهجيرهم قسريا من منازلهم. يذكر أن هذه الهجرة يعني من عام 48 و 67 عام 2023 يتم إعادة المشهد مرة أخرى، مشاهد التهجير القسري للفلسطينيين من عام 48 و 67، والآن في عام 2023 شهدت عدة منازل اقتحامات لقوات الاحتلال، فيما قالت مصادر إسرائيلية والإعلام الإسرائيلي أن نحو 120 فلسطينيا تم اعتقالها من مخيم
جنين ومن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ليلة أمس تم اعتقال 9 فلسطينيين. نتحدث عن تواصل قوات الاحتلال في هذه الحملة وحملة مداهمات واسعة للمنازل، فيما أحدث ثقوب في جدران بعض المنازل واختراق هذه الثقوب ومن ثم الانتقال من منزل إلى آخر. نتحدث أيضا عن خلال هذه اللحظات قال مدير صحة رام الله بأن تم منذ يوم أمس استنفار جميع المستشفيات وتم إرسال أطباء طوارئ من طول كرم وطباط وقلقيلية لتكمل وعلاج المصابين بعد أن أرهقت الطواقم الطبية في جنين. نتحدث عن 100 جريح و20 في حالة خطرة، والآن نتحدث عن شهداء 10 شهداء لم يتم تشريحهم وإنما تم وجودهم وتواجدهم في الثلاجات في مستشفيات جنين الحكومية، كما تم إرسال سيارات إسعاف من مستشفى قلقية وطاقم الإسعاف إلى مستشفى جنين وبالتعاون مع التنظيم في تلفيت وقلقية، وعدد كبير وصل من أخصائي الأوعية الدموية والجراحة من المستشفيات الحكومية متواجدين الآن في مستشفى أو مستشفيات جنين، وأيضا عدد من الأخصائيين الذين قدموا من القطاع الخاص ومن القدس للتطوع وإسم. طيب ولا يعني على ذكر أيضاً على ذكر حالات الإصابات الموجودة في جنين، التقارير الواردة من هناك تشير إلى صعوبة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين. نعم، هل ما زال هذا هو الوضع وكيف يتم توفير الرعاية الصحية للمصابين والجرحى في ظل هذه التقارير التي تشير إلى غلق يعني قوات الاحتلال موجودة ميدانيا إلى وصول يعني سيارات الإسعاف إلى المستشفيات؟ هذا ما تحدث به مدير الإسعاف والطوارئ في هلال الأحمر، قال أن الوضع الإنساني يسوء مع استمرار وجود قوات الاحتلال في مخيم جنين ومنع الطواقم الطبية من القيام بمهامها. يذكر أن يعني هناك العديد من الدمار الشامل للبنية التحتية سواء من خطوط المياه وخطوط الكهرباء، وأيضا صعوبة يعني تنقل مركبات الإسعاف بسبب الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في مخيم جنين. نتحدث أيضا عن الإضراب الشامل الذي يعم محافظات الوطن من الشمال وحتى الجنوب حدادا على أرواح الشهداء. يذكر أن القوى الوطنية دعت إلى مسيرات في أنحاء طريق الضفة الغربية، وأيضا دعوت مجموعة عرين الأسود للنزول إلى الشوارع والحواجز الإسرائيلية، وكانت قد لبى النداء من قبل أبناء الشعب الفلسطيني يوم أمس، وقامت يعني الشباب بوجودهم في الشوارع وانطلاق مسيرات في مختلف محافظات الوطن، فيما اندلعت مواجهات في أحياء متفرقة ومحافظات متفرقة من الضفة الغربية. شهدت مدينة رام الله عند الحجز العسكري للمدخل الشمالي لمدينة البيرة مواجهات، وأيضا بلدتي دورة وحلحول في الخليل. نتحدث عن بلدة تقوع أيضا التي شهدت مواجهات عنيفة يوم أمس من شمال الضفة الغربية وشمال الضفة وحتى جنوبها، اندلاع مواجهات يوم أمس، واليوم ستكون هناك مسيرات تمديدا في جرائم الاحتلال في مخيم جنين. يذكر أن مدينة نابلس تعاون شقيقتها مدينة جنين بإعطاء المواد التموينية، والآن يذكر أن المواطنين قد فتحوا أبواب منازلهم للمواطنين الذين تم تشريدهم من هذه المنازل في مخيم جنين في طول كرم وأيضا في مدينة جنين على الأطراف في مدينة جنين التي يعني هي آمنة في هذه اللحظات، وأيضا في مدينة نابلس فتحت أبواب منازلها للأشقاء في مخيم جنين. هذا ما يحدث الآن في مختلف محافظات الوطن. ولا القوات الإسرائيلية حشدت قوات عديدة لبدء محاولة اقتحام لجنين، هل هذا أكبر العديد من العائلات الفلسطينية الخروج من المخيم؟ يعني قام قوات الاحتلال بنشر قناصها على أسطح المنازل، وفيما بعد ذلك هددت المواطنين الفلسطينيين في منازل قريبة من
هذه المناطق والتي تقع يعني على مداخل مخيم جنين، ليس في قلب جنين في مخيم جنين وانما على المداخل، قامت بتهديدهم عنوى انهم اذا لم يتركوا هذه المنازل ولم يغادروها سيتم القصف بشكل عشوائي، ولربما هذا ما اثار خوفهم وحفيظتهم خوفا على ابنائهم الرضع والصغار وكبار السن. شاهدنا مشاهد قاسيه جدا، الفيديوهات التي خرجت من مدينه جنين وتشريد الاهالي سواء الرضع وايضا كبار السن من مخيم جنين كانت قاسيه جدا على جميع الفلسطينيين، ذكرهم بمشاهد النكبه والنكسه. الان يعيدون الذكرى القاسيه والاليمه لهذه المشاهد التي راوها يعني تحت تهديد السلاح وعنوى تم تشريدهم واخلاءهم وتهجيرهم من هذه المنازل لكي يقوم قوات الاحتلال بالاستيلاء على هذه المنازل، ولربما يعني نحن طبعا نتمنى الوقف الحالي والفوري لهذا العدوان الغاشم على جنين. ولاء سلمين مراسلة القاهرة الأخبارية كنت معنا من رام الله، شكرا لك. وإلى صحيفة البيان الإماراتية، حيث انطلقت النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء الذي تستضيفه جامعة الإمارات بمشاركة 320 طالبا وطالبة من 80 دولة و300 عضو لجنة تحكيمية. وتهدف استضافة النسخة 34 للأولمبياد الدولي للأحياء إلى اكتشاف الطلبة الموهوبين من مختلف دول العالم في مجال علم الأحياء. وإلى صحيفة الدستور الأردنية، حيث ألزمت الحكومة الأردنية وفقا لقانون حماية البيئة كل مؤسسة أو شركة أو منشأة أو أي جهة يتم إنشاؤها وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة بإعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي لمشاريعها ورفعها إلى وزارة البيئة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وإلى صحيفة لو فيغارو الفرنسية، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يلتقي اليوم مع أكثر من 220 من رؤساء البلديات الذين تأثرت مجتمعاتهم بشكل خاص من الاحتجاجات التي اجتاحت فرنسا. يأتي هذا فيما بلغت إجمالي الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا إثر مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية حوالي 55 مليون يورو. وحول تفاصيل الأزمة والاحتجاجات في فرنسا تنضم إلينا من باريس دكتورة بارعة الأحمر الكاتبة الصحفية. أهلا بك دكتور في صباح جديد. إذن الأوضاع في فرنسا تزداد خطورة، خاصة مع تأكيد وزير الداخلية الفرنسي أن قوات الشرطة أدوا دورهم في ظروف صعبة للغاية. إلى أي مدى ترين الوضع في فرنسا؟ يعني اليوم صباح اليوم هناك تراجع في حدة الشغب في فرنسا. الليل الماضي كان نسبيا هادئ نسبة لأسبوع من الشغب، ولكن أنا أعتقد أن هناك جمر كثير تحت هذا الرماد وهذا الهدوء هش، ويمكن أن يعني تستعيد العصابات نشاطها في الشارع في أي لحظة في ظل عجز واضح للحكومة ولقوات الأمن في لجم هذا الشغب المتفلت في كل فرنسا. الوضع لا يزال هش وغير مستقر، ويحاول اليوم منذ الأمس الرئيس أن يدفع يعطي معنويات أكثر للشرطة والسلطات المحلية التي وجدت نفسها السلطات المحلية يعني البلديات والعمدة المناطق وجدوا نفسهم في مواجهة هذا الشغب من دون أي دعم من قوات الشرطة. الوضع دقيق جدا وهذا الهدوء لا يعني أي شيء. هناك خسائر كبيرة للدولة ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي الدولة فقدت هيبتها وتخلت عن مسؤوليتها لأسبوع كامل، مسؤوليتها في حفظ الأمن وإعادة النظام.
دكتور بارعه، خلال هذا الاسبوع يعني حصل ارتفاع عدد كبير للمقبوض عليهم، ويعني الاعتقالات كانت بالمئات يوميا. ما هو برايك اليات لحل هذه الازمه؟ الدولة الفرنسية، فرنسا الحكومة فشلت في معالجة قضية عميقة جدا وهي تتعلق بالأمن الاجتماعي للفئات المهمشة. فرنسا هي دولة الحريات ودولة حقوق الإنسان، والموضوع انفشل عام 2005، مشكلة الضواحي المهمشة. هؤلاء أشخاص يشعرون أنهم مهمشين والدولة لم تعالج هذا الموضوع، وسقط هذا الموضوع في فخ التجاذبات السياسية بين يمين متطرف يطالب بإجراءات وقوانين صارمة تتعلق بالهجرة والمهاجرين الذين يعيشون بفرنسا، ويسار متطرف يستغل هذه النقمة، يستغل نقمة والحقد الذي يحمله الفقراء، نسميهم الفقراء ولكن هم مهمشين، يعتبرون أنفسهم خارج نظام الثروة والعمل في فرنسا. في كل مرة تجد الدولة حلا مؤقتا، يعني عام 2005 وضعت موازنة ضخمة 40 مليار يورو لمعالجة الفقر وعدم تكافؤ الفرص في الضواحي، واليوم وجدوا كبش محرقة. أنا أرى منذ يومين وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الوزراء يحملون المسؤولية للأولياء المراهقين، ولكن هم يعرفون أن هذه المشكلة هي عصابات. يعني ما حصل في شوارع فرنسا هو خروج عصابات تجار المخدرات والعصابات الذين يستعملون هؤلاء المراهقين، لأنهم يعرفون أن المراهقين في فرنسا عقوبات جرائم طفيفة جدا تحت نعم يعني يبدو أنك أوجزت في يعني ربما طرح القضية من جذورها، خاصة أنها تتعلق بدعم الفئات المهمشة وربما توفير حماية اجتماعية كافية لعدد كبير أو قطاع عريض من الفئات الموجودة في فرنسا. ربما هذا الأمر يعني يتطرق إلى ملف آخر يخص السياحة الفرنسية، لأنها أيضا تتأثر بما يحدث الآن. باريس حذرت من إلغاء ربما حوالي 25% من حجوزات الأجانب. كيف يمكن أن يتضرر القطاع السياحي الفرنسي على المدى الطويل، ولا أم هذه قضية ربما نتحدث عن هذا الصيف فقط؟ القطاع السياحي متضرر من قبل هذا الشغب، منذ تظاهرات التي خرجت ضد تعديلات قانون التقاعد، الإصلاح القانون التقاعدي، واليوم مع هذا الشغب الموضوع بات معقدا جدا على أبواب الصيف. هناك خسارة اقتصادية لقطاع السياحة وهو قطاع أساسي في فرنسا، خسائر كبيرة جدا، وهذا سيزيد من نقمة الناس على الحكومة، وقد يدع الحكومة في موقف حرج جدا إذا ما تطور. كما قلت في السابق، إذا استعادت هذه العصابات أعمال السرقة والشغب، يمكن إسقاط هذه الحكومة، وهذا ما يريده اليسار المتطرف، إسقاط الحكومة، لأن هناك أزمة اقتصادية عميقة، أزمة اقتصادية زاد عليها موضوع إلغاء الحجوزات والوضع الاقتصادي والأمني في فرنسا. إذن التداعيات عدة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، وتحديدا قطاع السياحة يتضرر. يعني هذا ملف مفتوح وما زال النقاش فيه جاري نظرا يعني الأحداث الجارية التي تحدث في فرنسا. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة بارعة الأحمر الكاتبة الصحفية، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك.
وإلى صحيفة الشعب الصينية، حيث سجل المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الإفريقي الثالث الذي اختتم أعماله في مقاطعة هونان بوسط الصين أعلى نسبة مشاركة على الإطلاق مقارنة بالنسخ السابقة للمعرض. الصحيفة ذكرت أنه تم توقيع 120 مشروعا بإجمالي 10 مليارات و300 مليون دولار أمريكي. وإلى صحيفة الجاردن البريطانية، حيث يواجه رئيس الوزراء ريتشي سوناك انتقادات واستجوابات حول الشفافية فيما يتعلق بالسفر بالطائرة الخاصة واستخدام أموال التبرعات على مدى الأشهر الثمانية الماضية خلال السفر لحضور فعاليات حزب المحافظين في اسكتلندا وويلز في أبريل الماضي. ومن صحيفة الأهرام المصرية، حيث نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان علاء عبد الخالق والذي وافته ألمانية بعد صراع مع المرض. وقالت النقابة في بيانها: ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق الذي يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه بأصدق التعازي الجارية والحرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنته. ركزت صحيفة الوطن المصرية على مباريات نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقرر إقامتها اليوم. وقالت الصحيفة إن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي أعلن حالة الطوارئ قبل المواجهة المرتقبة أمام غينيا لحسم التأهل للمباراة النهائية وتحقيق حلم الوصول لأولمبياد باريس 2024. كما أشارت الصحيفة المباراة الثانية الهامة التي تجمع المنتخب المغربي مع نظيره المالي في نصف النهائي أيضا، وإمكانية مشاهدة نهائي عربي يجمع المنتخبين المصري والمغربي. ولمزيد من المتابعة حول مباريات اليوم في نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عام، ينضم إلينا من الدار البيضاء الصحفي المتخصص بالشأن الرياضي ربيع بوردو. صباح الخير أستاذ ربيع، تنطلق اليوم مباريات نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية، هناك مباراتين هامتين، الأولى تجمع المنتخب المصري مع نظيره الغيني والثانية بين المنتخب المغربي والمنتخب المالي. حدثنا عن مباريات اليوم ومدى إمكانية وصول المنتخبين العربيين للمباراة النهائية وأيضا الوصول سويا إلى أولمبياد باريس 2024. صباح الخير، أولا شكرا على الاستضافة الكريمة. أهلا أكيد بك. أنه يعني نعم سيدتي، قلت أن أكيد أن اليوم سنشاهد مباراتين كبيرتين طرفها، يعني هناك المنتخب المصري والمنتخب المغربي. دعني بداية أتكلم على أننا نتكلم أمام يعني أربعة فرق هم الأفضل يعني على القارة الإفريقية على اعتبار تأهلهم يعني من مجموعة إلى الأدوار، ثم الآن هم في الأدوار النهائية. يعني نتكلم عن أربعة فرق الآن استطاعت أن تصل إلى النصف النهائي. نقول أن التأهل إلى النصف النهائي هو تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بنسبة 70% على اعتبار أن يعني القارة الإفريقية لديها ثلاثة يعني مقاعد ونصف، على اعتبار أن الرابع سيلعب أمام أمام الفريق من آسيا لتحديد الممثل الرابع. إذا بالنسبة للمنتخب المصري، أعتقد يعني أن الجميع شاهد المنتخب المصري خلال اللقاءات الأولى. المنتخب المصري قدم مباريات، أنا الذي أعجبني مقابل مباريات يعني جميلة، الذي أعجبني في المنتخب المصري أنه بدأ يعني من البداية لم نشاهد المستوى الكبير، ولكن مباراة عن مباراة تطور المنتخب المصري، الكل يعني أقر بقوة المنتخب المصري، الكل أقر بأن المنتخب المصري يعني مر إلى الدور الثاني أو إلى النصف النهائي عن جدار واستحقاق، على يعني على اعتبار أن المنتخب المصري قدم مباريات كبيرة، خصوصا المباراة الأخيرة التي فاز بها أمام الغابون بهدفين لصفر. إذن المنتخب المصري يعني قادر على التأهل إلى
الدور الثاني على اعتبار يعني القوه ديال المنتخب المصري، وعلى اعتبار ايضا يعني اعتبار اخر ان مدرب المنتخب المصري هو البرازيلي ميكالي. هذا المدرب يعني لديه يعني ذهبيه مع المنتخب البرازيلي، يعني الذي في الاولمبيات يعني في البرازيل، يعني الذي في 2016 لديه تجربه كبيره على مستوى هذه المنافسات. ايضا المنتخب الوضع، اسمح لي قبل ان انتقل للمنتخب المغربي، ايضا ان المنتخب المصري يعني ممكن ان نقول انه يلعب امام جماهير يعني تقريبا يعني المسانده الكبيره للجماهير المغربيه للمنتخب المصري، والمنتخب المصري يلعب بمدينه جميله، مدينه طنجه، التي يعني بها ظروف رائعه على المستوى الجوي، على المستوى يعني الكليما الجو، ولا ايضا على المستوى الاجواء. المنتخب الوطني المغربي كذلك اكيد ان الجميع لاحظ او شاهد ان المنتخب الوطني المغربي يعني كذلك مر الى الدور الثاني يعني عن جدار الاستحقاق، على اعتبار انه حصل على 9 نقاط من 9 نقاط. المنتخب الوطني المغربي لم يقنعنا جميعا في خلال المباراه الاولى في الشوط الاول، ولكن المدرب الشرعي يعني يعني تدارك في الشوط الثاني واعطانا نسخه رائعه، واستطاع المنتخب المغربي ان يرجع بعد انه كان منهزم بهدف لصفر، استطاع ان يرجع وفاز باثنين، ثم في اللقاء الثاني 5، ثم في اللقاء الثالث يعني فاز ايضا بهدف. يعني المنتخب المغربي والمنتخب المصري هم الابرز الى الوصول النهائي، ولكن هذا لا يعني انه المنتخب الغيني وكذلك المنتخب المالي منتخبين كبيرين. يعني نتكلموا عن اكيد ان الفرق جنوب الصحراء يعني دائما يعني لديها منتخب نعم. شباب كبيره يعني طيب. تستطيع ايضا سيد ربيع هل لاحظت نعم ربما ان من اهم سمات المنتخبات التي وصلت الى دور نصف النهائي هو ربما الصلابه الدفاعيه، لم تستقبل شباكهم عديد من الاهداف، هذه واحده، وايضا هل ايضا ربما يعني تمتع المنتخبات التي وصلت، المنتخب المصري المغربي الغاني والمالي، ربما الى عناصر شابه موهوبه ربما ساعدت ايضا، وربما تواجد المدير الفني نعم. للمنتخبين، المنتخب الاول فيتوريا ووليد الرجراجي في هذه الاجواء ربما ساعد اللاعبين على البروز او يعني الظهور بهذا الشكل الجيد. كل ما قلته هو صحيح، يعني لاحظت ان هناك التفات كبير على المنتخبين، المنتخب المغربي والمنتخب المصري. ابدا المنتخب المصري، يعني الامس التحق المدير الفني للمنتخب المصري، يعني التحق باجواء يعني بمدينه طنجه، يعني كان لقاء مع لاعبي الشباب. اكيد ان لاعبي الشباب عندما يعني يشاهدون المدير الفني للمنتخب الاول، اكيد انه ستكون اجواء اكبر، سيحاول كل لاعب أن يبرز ذاته كي يلتحق لملعب المنتخب الأول. نحن نتكلم عن المنتخب أقل من 23 سنة، يعني منتخب هو الذي مباشرة ينتقل إلى المنتخب الأول. تتكلم على 22 سنة 23 سنة 21 سنة بالأصل، هم لاعبين ممكن أن يكونوا بالمنتخب الأول. ربما هذا يعني كما قلت أعطى حافز المنتخبين يعني قبل المباراة النهائية. كذلك المنتخب الوطني المغربي لاحظنا ان مجموعه من اللاعبين المنتخب الاول حضروا اللقاء الاول، نتكلموا على عميد سيس، نتكلم على اشرف حكيمي، نتكلموا كذلك على المدرب ركراكي والمساعد ديالو. اذا كل هذه الاجواء يعني تساعد لكي يقدم المنتخبين لا المغربي ولا المنتخب المصري. هناك تشابه كبير بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري. تكلمت عن مساله مهمه هي مساله الصلابه الدفاعيه. اعتقد ان الكره الحديثه الان ونموذجا شفنا المنتخب المغربي خلال كاس العالم وكيف استطاع ان يصل الى نصف نهائي كاس العالم، ربما اعتماده بشكل كبير على الصلابه الدفاعيه والبناء من الخلف. وربما ان الكره الحديثه الان اصبحت يعني الفرق الناجحه في الكره الحديثه اصبحت تعتمد بشكل كبير على الصلابه الدفاعيه وعلى البناء من الخلف. نعم. سيد ربيع، يعني هل تتوقع في حال وصول المنتخبين العربيين المصري والمغربي لاولمبياد باريس ان يقدموا مردود مميز بالمنافسات؟ نعم اكيد، يعني انت تتكلمين على يعني منتخبين يمثلين القاره الافريقيه، الكل يعلم ان لديها لقبين، لقب منتخب نيجيري ومنتخب الكاميروني. القاره الافريقيه لديها، الكل يعرف ان القاره الافريقيه يعني لديها مواهب كبيره، وصعب ان يعني تتاهل من القاره الافريقيه على اعتبار قوه المنتخبات الافريقيه. اكيد ان المنتخبات التي تتاهل يعني الى النهائيات تقدم نسخ كبيره، اكيد ان المنتخب الوطني المغربي والمنتخب المصري، ونتمنى
يعني صادقين ان يتاهلوا لان يلعبها النهائي. شخصيا لا اهتم من سيفوز بالنسخه، ولكن على الاقل اتمنى ان نشاهد مباراه كبيره في النهائي بين المنتخب المغربي والمنتخب المصري، واكيد ان من سيتاهل من القاره الافريقيه سواء المنتخب المغربي المصري او غيره او الفريقين الاخرين، اكيد انهم سيقدمون نسخه كبيره. كما قلت تتعلمين ان يعني في السابق نعم. المنتخب النيجيري او المنتخب كما قدم نسخ كبيره، ودائما القاره الافريقيه على اعتبار ان بها مواهب تقدم يعني تقدم نسخ كبيره. خذي ايضا ان مثلا نموذج المنتخب الوطني المغربي يعني فيه لاعبي شباب كثير يعني يلعبون بالمنتخب الاول، وشفناهم قبل يعني في النسخه الاخيره لكاس العالم، نتكلموا على بلال الخنوس، نتكلموا على الزوري، نتكلموا على مجموعه من اللاعبين لديهم السن القانوني لكي يلعبوا يعني بالاولمبيات. خذي ايضا انه يعني الاولمبيات تسمح باضافه ثلاثه لاعبين يعني يتجاوزوا 21، اذا اتوقع ان شاء الله نطمح الى اللقب. نعم، ونحن بدورنا طبعا نتشوق لهذا الفوز. نعم. لاي بلد عربي. الصحفي الرياضي ربيع بوردو، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الدار البيضاء. مباراتين هامتين للمنتخب المصري الاولمبي والمنتخب المغربي الاولمبي، كل التوفيق. دائما الرياضه هي من اكثر الحاجات اللي تفرح قلوب العرب يعني. باذن الله التوفيق ليهم جميعا، وان شاء الله نشوفهم في النهائي ويبقوا خير تمثيل للكره العربيه باذن الله. ان شاء الله. يعني احنا وصلنا كده لختام حلقتنا النهارده، جد اشكرك جزيلا، ونلتقي بكره بنفس الوقت بصباح جديد. تابعونا دائما هنا القاهره عاصمه الخبر.